مجلس العلم مفتي الولاية وأهلنا الميامين وحاجاتنا الميامين ممن شر بينات من الذكر الحكيم يتلوها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السخية وما عسانا أن نقول ونحن في ضيافة سيد والي الولاية المحترم الذي أبى إلا أن يجمع هذه الخيرة وهذه الصفرة البررة من ضيوف الرحمن، فأدعوه مشكورا غير مقمور ليدلي بدلوه لكم وبشرى لكم بما ينتظركم من مغفرة وثواب من عند الله عز وجل ومعذرة إن قصرنا في شيء ما، فحاول أن نجتهد بقدر ما تكلم الله عز وجل باش نكونوا إن شاء الله نسهلكم كل مهمة، وبارك الله فيكم وتقبل الله مسعاكم وإن شاء الله غفر الله لكم ولسائر إن شاء الله المؤمنين وتروحوا وتجيوا إن شاء الله بالخير ونزيدوا نلتقيوا إن شاء الله في عند عودتكم وبارك الله فيكم. تجدنا مصالح وتبين لكم وتسهل لكم التي نراها مفيدة مفتي الولاية ليدلو بدلوه ومشايخنا الأخيار وحفظ حدودنا وحماتنا وجعلنا من الراشدين. تذهبون بالسلامة وترجعون بالسلامة والضمانة، تقبل الله من الجميع صالح الأعمال والنيات والأقوال. ومرة أخرى الرحمن الرحيم اليوم على بركة الله في هذا اليوم الأخر المبارك نودع أول دفعة من ولاية جلحة لحجاجنا الميامين الذين كرمه المولى عز وجل وشرفهم لزيارة يعني بيته المقدس. اليوم هذه البعثة اللي تحتضن 189 حاج كبعثة أولى وسوف تليها بعثات أخرى، للعلم أنه يعني كل ظروف الراحة تم توفيرها لحجاجنا الميامين. اليوم سخرنا وسائل النقل وأردناها أن تكون جلسة عائلية حميمية، طلبنا منهم الدعاء. وهنا أقف لأشكر كل من اجتهد وكل من نظم وكل من حضر لهذا الموعد الرباني، هذا الموعد التاريخي بالنسبة لحياة المواطن. الحمد لله يعني نشكر السلطات العليا للبلاد التي وفرت كل الظروف الملائمة من نقل ومن الإيواء على مستوى بقاع المقدسة لاحتضان يعني حجاج الميامين في أحسن الظروف الملائمة. احنا نواصل هذه المرافقة لحجاج الميامين وراح إن شاء الله نرافقهم حتى المطار تاع الأغواط، أنا وزميلي والي ولاية الأغواط كما اتفقنا. نتمنى لهم إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور. نتمنى لهم إن شاء الله العودة إلى بلادهم وإلى أهليهم سالمين غانمين، وإن شاء الله ربي طلبنا منهم يدعوا لبلادنا باش يحفظها من كل سوء أو مكروه أو بلاء، ويحمي إن شاء الله أمراءنا، وإن شاء الله هذه الجزائر جزائر اللحمة الواحدة، جزائر الأخوة، جزائر المحبة، جزائر النبل والطهر،
وانتم ايضا وصلت الاعلان. بارك الله فيكم على المرافقه الدؤوبه والمتواصله في كل محطات يعني ولايه الجفاء، وبارك الله في الجميع.